مرحبا طلاب الصف السادس، مهارة الحوار. هيا نقرأ الحوار. المذيع: مرحبا بك شيخ حمدان، سعدت بلقائك. الشيخ حمدان: أهلا بك، أنا سعيد أيضا. المذيع: أريد أن أسألك، ماذا تفضل من الهوايات؟ الشيخ حمدان: أفضل العديد من الهوايات مثل التصوير وركوب الخيل والشعر. المذيع: هل تكتب الشعر؟ الشيخ حمدان: نعم، في وقت الفراغ أحب قراءة وكتابة الشعر. المذيع: من مثلك الأعلى؟ الشيخ حمدان: أبي الشيخ محمد هو مثلي الأعلى، فهو مثقف ومتعاون جدا. المذيع: كنت أود أن أتحاور معك لوقت أكثر. شكرا لك، إلى اللقاء. الشيخ حمدان: إلى اللقاء. التصوير فوتوغرافي، الشعر poetry، ركوب الخيل horse riding، السفر traveling. سعدت بلقائك happy to see you. مهذب polite. مثلي الأعلى my role model. العديد من a lot of. تعلمنا هذا الأسبوع this week we learned سعدت بلقائك happy to see you. مرحبا بك ضيفي العزيز، سعدت بلقائك كثيرا. أهلا بك، أنا سعيد أيضا. This dialogue we will learn next week. المذيع: أهلا بك شيخ حمدان، أرحب بك من جديد. الشيخ حمدان: أهلا ومرحبا بك. المذيع: دعني أكمل حواري معك. أود أن أسأل، ما أشهر لقب أطلق عليك؟ ولماذا؟ الشيخ حمدان: أشهر لقب أطلق علي هو لقب فزاع، لأني أفزع لمساعدة الآخرين. المذيع: لو سمحت، أخبرنا نبذة قصيرة عن أهم إنجازاتك. الشيخ حمدان: مبادرة تحدي دبي للياقة ونظام مكاني من أهم إنجازاتي. المذيع: حدثني عن أشهر الجوائز التي حصلت عليها. الشيخ حمدان: حصلت على جائزة إكسبو دبي تقديراً لإنجازاتي في إنجاح إكسبو. المذيع: في النهاية، أود أن أتقدم بجزيل الشكر لسيادتكم. الشيخ حمدان: شكراً لك، إلى اللقاء. شكراً يا صف سادس، شكراً، إلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكراً لكم.